هذا القرار بالإجماع مني شخصيا ومن محبينا ومن مشايخنا الكرام ورجال العشائر والسادة، هذا نجعله انتزاع للغيرة العراقية، هذا نجعله انتزاع للهمة والقيم العراقية. يا أخي عيب. احنا لو نرجع إلى المادة 10 الفقرة الخامسة اللي كانت تحصن الناس الزواج خارج المحكمة من القاصرات، وكان يذهب إلى الجنح ويغرم ويعاقب، فهذا كان جدار حصين يحمي البنت ويحمي الولد أو الفتى. هذا كان معمول به وجيد تقريبا. الآن رجال الدين البعض منهم دخل ينتقدوني، وين ما يحجون خلي يحجون. أنا باكر إذا أسلم هاي السلطة، هاي سلطة الله سبحانه وتعالى، ويعمل ما يشاء. من هو؟ من يكون مؤتمن؟ هو نبي؟ هو وصي؟ حشى الأشراف طبعا. زين، طيب هذا القانون لما أنت خليته من سن 9 سنوات وصعودا، هذا أنت أنطيت مساحة واسعة إلى البنات. هو منو البنات؟ بناتنا، عشائرنا، أهلنا. هاي الآن متأثرة بالتواصل الاجتماعي وبالبلوجر وبالجي كلاس وما شابه. طيب انت انطيتها هذا المجال. للعلم احب انوه على نقطه كلش مهمه وخلي يناقشوني اخواني كتاب العدول. اكو طلقه انرمت في صدر العائله العراقيه اكثر من 5 سنوات وعتم عليها من الاعلام ومن القانون، اللي هي على سبيل المثال اذا كان عراقي يتزوج من عربيه، هذا موجود، والعكس موجود اذا عربي يتزوج من عراقيه. فالدول الاخرى تطلب من ولي امر العراقيه ان يحضر شخصيا بالموافقه او بوكاله من كاتب عدل وتصدق من الخارجيه العراقيه. فبالتالي الكاتب عدل ما ينطي، ليش؟ قال بالغ سن الرشد. مع الاسف يعني هذا اذا تعرفت على شخص في اي محفل، في كوفي، في مطعم، في مجلس، في عائله، وممكن تعقد وتطلع. هاي كان ما حد يعلم بها او القليل من الاخوه القانونيين، ولكوني قريب من هذا الحدث اعلم بها. الان انت انطيت هاي المساحه، انت منو اجاز لك؟ انت ليش ما تخليني ضمن قانون الدوله والاعراف موجوده؟ الاعراف موجوده، قاعد نعمل بها في قوانيننا، في قوانين المحاكم العراقيه. خلي المواطن العراقي يعيش بغيرته. امس على سبيل المثال بالفتوى بالجهاد الكفائي، مو العراقيين راح بدشداشته، راح ببنطلونه، راح بما يملك، بسلاحه، ببندقيه، باطلاقات بسيطه، هب بغيرته. انت تنزع الغيره؟ والله سمعوا يا عراقيين، اللهم اشهد، اللهم بلغ، ثاني عماد البزوني. والله هاي اجنده خارجيه تدرس وتحط بيد بعض الاحزاب، ببعض الناس اللي للاسف هم ليس بالغيره العراقيه، وتمرر هكذا مشاريع. يا اخي مررونا على مشاريع تخدم امه محمد، تخدم الدنيا، تخدم العراق من الشمال الى الجنوب. انت جاي تمشي لهاي المشاريع وهاي القوانين على شنو؟ انت ليش تهتك اعراضنا؟ نعم، هذا ليش هو الحديث. سمعي ست شيرين الفاضله، شوفي 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 نسبة الطلاق اللي عندنا، وحياتك وحدة مطلقة لأن زوجها ما جايب لها الحلويات والشبس وما شابه. الله أكبر.